بدل يتدرب لسباق العدو ويركض عدة جولات حول الملعب، فإذا كانت المسافة حول الملعب هي 300 يارد، فكم عدد الجولات يحتاج حتى يقطع على الأقل 2 ميل؟ الآن ما هو معطى لنا أن مسافة الجولة الواحدة هي 300 يارد؟ لكن ما هو مطلوب أن نجد عدد الجولات لقطع 2 ميل؟ إذن ما هو جيد أن نبدأ به؟ هو توحيد الوحدات، لدينا وحدة مسافة بالميل ولدينا وحدة مسافة أخرى باليارد. دعونا إذن نقوم بتحويل كل شيء إلى اليارد، كما نعلم فهو بحاجة لأن يقطع 2 ميل. فكم نقوم بتحويلها إلى اليارد؟ حسناً، إذا لم أقم بحفظ كم يارد في الميل الواحد، لكن كل ما أحفظه هو كم قدم موجودة في الميل الواحد، وهذا شيء جيد إذا كنت تذكره، حيث أن الميل الواحد يساوي 5280 قدم لكل ميل، وهذا هو عدد جيد لنتذكره. فإذا أردنا التحويل، ففي البداية يمكن أن نحول الميل إلى قدم، ومن ثم نحن نعلم أن اليارد يساوي 3 أقدام، وثم يكون لدينا 2 ميل بوحدة اليارد. إذن 2 ميل إذا أردنا تحويلها إلى وحدة القدم، نضع الميل في المقام والقدم في البسط. وسبب قولي لهذا هو لأن الميل هذا سيلغى مع هذا الميل ويبقى لدينا القدم. سأكتب إذن لدينا 5280 قدم لكل ميل، أو نقول 5280 قدم لكل ميل واحد. يمكن كتابتها بأي من الطريقتين، لكن نكتبها هكذا ومن ثم نقوم بعملية الضرب. إذن ماذا سيعطينا؟ إذا قمنا بالضرب، 2 ضرب 5280، حسناً، كم سيكون الناتج؟ ربما علي استخدام الآلة الحاسبة، أو ربما يمكننا فعل هذا في عقولنا. دعونا نفكر بها في هذه الطريقة. 2 ضرب 80 يساوي 160، 2 ضرب 200 يساوي 400، إذن سيكون الناتج 400 زائد 160 ويساوي 560. 2 ضرب 5000 يساوي 10000، إذن الناتج النهائي هو 10560. ثم نقوم بشطب الميل ويبقى لدينا القدم. دعوني الآن أقوم بعملية الضرب، سأحسبها في رأسي هذه المرة، لكن هذا لا يجدي في كل مرة. دعوني أتحقق من أنه بالفعل لدينا 2 ضرب 5280، 2 ضرب 0 يساوي 0، 2 ضرب 8 16، نضع في اليد 1، 2 ضرب 2 يساوي 4، زائد 1 يساوي 5، 2 ضرب 5 يساوي 10، إذن 10560. إذن عليه أن يركض 10560 قدم. الآن نريد هذه القيمة باليارد. إذن 10560 قدم، دعونا نحول هذا إلى اليارد، أي أننا نريد هذه القيمة باليارد، أن نضع اليد في البسط والقدم في المقام، وبذلك يلغي القدم هنا. وكما نعلم فإنه لدينا 3 أقدام لكل يارد، إذن 3 أقدام لكل يارد. وبطريقة أخرى لقراءة هذا، أننا نملك 1/3 يارد لكل قدم. يمكننا الآن القيام بعملية الضرب، وهذا من المنطقي، فإذا كنا سننتقل من القدم إلى اليارد، فالعدد الذي سنحصل عليه سيكون أصغر لأن وحدة اليارد أكبر، لذلك نحن نحتاج إلى ياردات أقل لنذهب بنفس المسافة بوحدة القدم. فمن الطبيعي إذن أن نقوم بعملية قسمة، نفس الشيء هنا، 2 ميل يساوي طن من الأقدام، إذن نضرب بالعدد الكبير. ومن الطبيعي هنا أن نقسم لنفعل ذلك. إذن هذا يصبح 10560 ضرب 1 تقسيم 3، أي 10560 تقسيم 3. هكذا نفعل بهذا الجزء وهذا، ومن ثم نلغي القدم ويبقى لدينا اليارد. إذن 2 ميل يساوي 10560 تقسيم 3.
دعونا نقوم بحساب هذا. 10560 تقسيم 3، الواحد لا يقبل القسمة على 3، إذن 10 تقسيم 3 يساوي 3، 3 ضرب 3 9، ومن ثم نطرح 10 ناقص 9 يساوي 1، ننزل الخمسة فيصبح لدينا 15، 15 تقسيم 3 يساوي 5، 5 ضرب 3 يساوي 15، نطرح والباقي 0، ننزل الستة، 6 تقسيم 3 2، دعوني أنزل الأسفل قليلا، 2 ضرب 3 يساوي 6، نطرح ولا يوجد باقي، ننزل الصفر الأخير، 0 تقسيم 3 0، 0 ضرب 3 0 ولا يوجد باقي، إذن 2 ميل يساوي 3520 يارد. وهذا مجموع المسافة التي عليه قطعها وتعادل 2 ميل. الآن نريد أن نعرف كم جولة عليه أن يقطع، نريد بالجولات وليس باليارد، ما معناه أن اليارد ستلغى، ونريد الجولات في البسط أليس كذلك؟ لأنه عندما نضرب نقوم بإلغاء اليارد ويبقى لدينا الجولات. الآن كم جولة باليارد وكم يارد بالجولة الواحدة؟ حسناً، كان المعطى لدينا أن المسافة حول الملعب هي 300 يارد، ما معناه أن لدينا 300 يارد في كل جولة. الآن نضرب هذا، اليارد سوف تلغى فنحصل على 3520، دعوني أقوم بهذا بلون مختلف، نحصل على 3520 ضرب 1 على 300، وعندما نضرب العدد بواحد نحصل على 3520 تقسيم 300، وبطبيعة الحال نقوم بإلغاء اليارد فيبقى لدينا الجولات، ونحصل على عدد الجولات التي عليه ركضها، إذن 3520 تقسيم 300، يجب أن نجد الناتج بلمح البصر، ما ناتج 11 ضرب 300؟ دعونا نقوم 11 ضرب 300 سيساوي هذا، إذن 11 ضرب 3 يساوي 33، ولدينا صفرين هنا، إذن 3300، وفي الواقع هذا أصغر بقليل، كم حاصل ضرب 12 و300؟ إذن 12 ضرب 3 يساوي 36، ولدينا صفرين هنا ويساوي 3600، إذن سيكون الناتج 11 وكسور، إنه أكبر من 11 صحيح؟ ف3520 أكبر من 3300، إذن عندما نقوم بالقسمة على 300 ستحصل على عدد أكبر من 11، لكن هذا العدد موجود من أقل من 3600، لذلك عندما تقوم بقسمته على 300 ستحصل على عدد أصغر من 12 بقليل، إذن العدد الصحيح للجولات سيكون أقل من 12 جولة بقليل، لكن دعونا نرى هنا 2 ميل أقل بقليل من 12 جولة، لكن دعونا نتأكد من أننا قمنا بإجابة السؤال، كم عدد الجولات الكاملة التي سوف يركضها عندما يقطع 2 ميل؟ إذن السؤال انظر، هذا يمكن أن يكون 11 فاصلة شيئا من الجولات، سيكون هذا العدد الحقيقي للجولات المقطوعة في 2 ميل، لكن المطلوب هو إيجاد عدد الجولات الكاملة التي عليه قطعها، و11 جولة كاملة لا يمكن أن تكون كافية، إذن عليه أن يركض 12 جولة، إذن الإجابة ستكون 12 جولة كاملة، إذن الجولة الكاملة تفيد بأنه يجب علينا إيجاد عدد الجولات التامة، فلا يمكننا أن نقسم هذا، فإذا قسمنا سنحصل على 11 وكسرا، يمكن استخدام الآلة الحاسبة أو قم بحسابها يدويا إذا أردت ذلك، لكن سيكون لدينا على الأقل 12 لأنه أصغر عدد صحيح من الجولات ستعطينا، إذن هذه المسافة أو عدد الجولات نفسها أو ما يعادل 2 ميل.